صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة؟ نعم. يقول صلى الله عليكم: هل المؤمن يلحقه خوف بعد الموت إلى دخول الجنة؟ الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الاحتضار، أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن قد يكون العاصي الذي عليه معاصي وذنوب أنه يخاف، لا سيما عند الموازين وعند إعطاء الصحف وعند المرور على الصراط يخاف الإنسان. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.